بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم.